بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. العقيدة وعدم الحرص عليها. فيعني هل من إجابة؟ أما الشبهة الأولى فهي كأخرياتها وكأخواتها شنشنة نعرفها من أخزم. الذي يقول أن العقيدة يمكن تلقيها في دقائق، نسأل هذا القائل: ما هي هذه العقيدة التي يمكن أن يتلقاها المسلم في دقائق؟ هل يعني هو أن يتلقى العقيدة مجملا في دقائق أم تفصيليا في دقائق؟ إن قال مجملا نحن نقول يمكن هذا إجمالا، كما هو في حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. أما إن قال أيضا يمكن تلقي العقيدة تفصيليا في دقائق، فنحن سنقول له: أولا، هل تعني العرب أم تعني العجم؟ فمن قوله أعني العرب، أليس كذلك؟ أنت شاعر بالمشكلة، أنصب حالك يعني مدافعا عنهم أو معبرا عن شبهاتهم. فسنقول له: إن كنت تقصد العرب فقط فهذه أول خطيئة، لأنك تعلم أن الإسلام لم يرسل إلى العرب خاصة، وإنما أرسل إلى الناس كافة. ثم نقول ثانيا: هل تعني العرب الأقحاح الذين يفهمون اللغة العربية لغة القرآن الكريم دون أن يتعلموا؟ فإن قال نعم، نقول أيضا جهلت، لأن العرب دخلتهم العجمة وأصبح من يعيش في عقر البلاد العربية لا يستطيع أن يفهم القرآن وهو نزل بلغة العرب إلا بدراسة مقدمات لغوية وعلوم يسمونها اصطلاحا بعلوم الآلة ونحو ذلك. حينئذ نتوصل إلى القول بأن هذا العالم الذي يريد أن يعلم الناس العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة، هل هو يعيش في جو يشبه الجو الأول السلفي الأول الذي يمثل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، أم هو يعيش في أجواء من التفرق الفكري والتفسخ الأخلاقي والسلوكي؟ أظن أيضا سيكون جوابه إن شاء الله على الحق أن يقول لا، هو يعيش الآن في جو يختلف كل الاختلاف عن الجو السابق. إذن هذا الذي يقول أنه يمكن فهم العقيدة وعلى الوجه التفصيل الذي جاء في الكتاب والسنة في دقائق، فإنما هو يعيش في خيال. ثم نحن نجعله تحت أمر واقع: أعطنا نشوف العقيدة في دقائق. هبني أنا رجل بدوي جاي من الصحراء، أريد أن أتعلم العقيدة الإسلامية، ما هي؟ هو يربط، قال هذا القول يربط بين العقيدة وبين ما تصح به العقيدة، فيقول أن الإنسان حين يطالب بالإسلام إنما يؤمر بمعرفة الله عز وجل
معرفة عامة وبأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يؤمن بما قال عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعود إلى كلام السابق إجمالا. نعم طيب، لكن هو لا يؤمن معنا بأنه يجب بعد ذلك أن يتعلم الإسلام تفصيليا على اعتبار أن العلم ينقسم إلى قسمين، علم عيني وعلم كفائي. نعم. وهذا ما أظن أحد ينكره. الآن هو يتكلم عن الرجل، انظر الآن ضلال هؤلاء الناس، هل بيعيشوا في الأحلام؟ بيتصوروا أولا أن مجتمعنا هو المجتمع الرسول عليه السلام، ثانيا بيتصور كل مسلم مسلم ابن مسلم ابن مسلم الله أعلم وين ينتهي، بيتصور أنه اليوم أسلم. يا أخي في فرق بين اللي دخل في الإسلام حديثا وبين اللي عايش في مجتمع إسلامي، فهذا يختلف عن الأول تماما. رجل كافر يريد أن يسلم، شو من يقول له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، صار مسلم بشهادة الحديث صحيح. فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولا يتعلم لا العقيدة بتفاصيلها ولا العبادة بتفاصيلها، ما أظن يصل الجهل إلى الاعتراف بمثل هذا الإسلام المجمل. لابد أن يقول لا، يجب عليه فيما بعد أن مثلا يتعلم كيفية الطهارة، كيفية الصلاة، كيفية الصيام مثلا إذا جاء شهر رمضان إلى آخره. هذه التفاصيل لابد أن يتعلمها ليتم إسلامه. ترى الإيمان أليس كذلك؟ هذا الإيمان المجمل الذي نقلته عنهم أليس هو وبكتبه وبرسله إجمالا؟ ترى إذا جاء التفصيل ماذا يقولون عنه؟ يجب الإيمان إذا جاءه التفصيل، يجب الإيمان به أم لا؟ لا شك أنه يجب الإيمان به. نعم يجب الإيمان به إذا جاءه التفصيل. هو هكذا يعني، هل يتصور أنهم يقولون لا؟ هم لا يقولون لا مثل ما ذكرتم يا شيخ، لكنهم وقعوا في الجزء الذي ذكرته، أنهم وقعوا في الجهل المطبق، حيث أنهم هذا هو. لذلك فنحن يجب أن نكون وهم أن يكونوا معنا في الواقع. واقعنا الآن والحقيقة هذا اللي بيجعل نحن دعوتنا ليست بالسهلة. الناس اليوم يفهمون أنه ممكن الإنسان يعرف الإسلام كله في جلسة واحدة، لأنهم يجيبوا لك المثال الأعرابي، هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع. لك يا أخي هذاك إسلام لسه ما كمل، جاء من البداوي ويريد أن يسلم، لكن لسه الإسلام ينزل بأحكامه بجهاده بكذا وكذا. فنحن الآن لا يجب علينا بل لا يجوز لنا أن نرجع القهقرة. نحن يجب أن نتمنى هذا الإسلام جملة وتفصيلا. فإذا ما وقع المسلم في مثل هذا الجو المختلف فيه أشد الاختلاف، وكما ذكرنا آنفا مع الدكتور 73 فرقة لا ينجو منها إلا فرقة واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. نحن الآن ألسنا يجب علينا وعليهم هؤلاء السائلين الشاكين المرتابين، أليس من الواجب عليهم أن يحرصوا أن يكونوا من الفرقة الناجية؟ لا شك أنه سيكون جوابهم نعم. يا أخي أنت لست الآن في زمن الرسول تجي تجلس مع الرسول وتسمع الحكم منه مباشرة، بينك وبين الرسول 14 قرنا، وفي أمامك في طريقك عثرات وعثرات، حيجيك حديث بل حتجيك آية لو كنت بين يدي الرسول يكفيك المؤنة. إذا أشكل عليك معناها مثل ما وقع بالنسبة لبعض الصحابة حينما أشكل عليهم آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تذكرون الآية والحديث؟
قالوا إذن أينا ليس ذاك الرجل الذي ظلم نفسه؟ قال ليس ذاك، ألم تقرأ قال الله تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأزاد الرسول عليه السلام هذه الشبهة من أذانه. فأنت أي المسلم في القرن الرابع عشر في أول الخامس عشر لست في صحبة الرسول حتى إذا أشكل عليك يجي يعطيك الجواب وتسلم تسليما. أمامك هذه المسافات الطويلة، بدك تعرف هذا الحديث صحيح ولا مو صحيح، بدك تعرف هذا الحكم هل أخذ من الكتاب أم من السنة أم الإجماع اللي بيصير فيه خلاف تارة في تصحيحه وفي تضعيفه، أم من القياس، ثم هذا القياس هل هو قياس جلي أم هو قياس خفي. الآن وضعنا غير ذاك الوضع يا مساكين، فأن جهل بهذا العلم بيستسهل الأمر وبيقول لك ممكن عقيدة واحد يتعلمها في دقائق معدودة. ولذلك فنحن الحقيقة يجب أن نمضي قدما في طريقنا الشاق الطويل المديد. وأنا أقول في بعض الكلمات لما أذكر قوله عليه السلام حينما كان جالسا بين أصحابه فتلا قوله تعالى: وخط على الأرض خطا مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جاء الحديث مصورا في بعض كتب الحديث بأن الخط المستقيم طويل والخطوط التي حوله خطوط قصيرة. أنا أفهم من هذا الحديث غير ما نطق به الرسول، أكثر مما نطق به الرسول، أي أفهم الشيء الذي نطق به الرسول زايد ما أشار إليه الرسول بهذا الرسم الرائع البديع. الخط المستقيم هو الصراط، والخطوط القصيرة هي التي على رأس على كل خط منها شيطان يدعو الناس إليه. هذا الشيطان، وأنا سمعت هذا بأذني هاتين من بعض من يزعمون أنهم يدعون الإسلام ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام على طريقة القفز إلى رأس الإهرام بخطوة واحدة، بيقولوا: والله أنتم دعوتكم الحقيقة صحيحة، لكن يا أخي شوف طريق طويل شاق، إنت بدنا نصل لإقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي. أنا بقول الرسول رسم هذا الخط ردا على هؤلاء، بيقول لهم: شوفوا هذا الخط الطويل حفة بالمكاره، شوفوا هذه الخطوط القصيرة حفت بالشهوات. فهم يريدون أن يصلوا بالطرق القصيرة هذه ولن يصلوا أبدا. وتجربة هذا العصر من طوائف من الجماعات الإسلامية أكبر دليل على أن على رأس كل شيطان عمليا يدعو الناس إليه فيخرجون عن الخط المستقيم، ونحن علينا أن نبقى في هذا الخط المستقيم. ولا يضيرنا ولا يهمنا أن الناس يقولوا هذا خط طويل وشاق وإلى آخره. وبهذه المناسبة يعجبني كلام ذلك الشاعر العربي الجاهلي، وأتمنى أن يكون في المسلمين من يكون تفكيره في الإسلام كتفكيره في جاهليته. هو ذلك هو امرئ القيس الذي قال: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. شو علينا نحن إذا استمرنا نمشي في الصراط المستقيم وما وصلنا لإقامة الدولة المسلمة؟ هاي العالم الإسلامي صار له قرون يتخبط في البعد عن الكتاب والسنة. فإذا نحن أخذنا الصراط المستقيم ومشينا خطوات قليلة ولا نصل، مش مهم أن نصل، المهم أن نمشي في الخط المستقيم. ذلك الجاهلي فهم الحقيقة الواقعية للمي، وإن كان هدفه إيش؟ هدف الدنيا، هدف الملك، لكن يقول: نحاول ملكا
أو نموت فنعذر. ونحن هكذا مع ربنا تبارك وتعالى نحاول أن نعيد الحياة الإسلامية وأن نقيم الدولة المسلمة بعد محاولة إعادة الحياة الإسلامية، فإن وصلنا فبها وإن لم نصل فلسنا مكلفين، لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. كل ما نحن مكلفين أن نمشي سويا على صراط مستقيم. لذلك هذه الأسئلة، هذه الشبهات في الواقع هي جاية بسبب انحرافهم عن الخط المستقيم إلى خط من هذه الخطوط القصيرة التي تخرج بأصحابها عن الخط المستقيم. وأهلي بالدكتور أخذنا من وقتك الشيء. طيب يا سيدي، هذا الجواب عن هذا السؤال الحقيقة يعني مثل ما قلت أنت، يعني إجابة هيك الإجمالية يكفي، إلا إذا كان هناك شيء يستحق أيضا الخوض في الجواب عنه. في شيء آخر يعني المسألة في الحقيقة هي بشبهة أيضا تحتاج إلى ذكر، لأن يعني يعاني منها أيضا سلفيون ليس عندهم شائبة، يعني شائبة عنف أو من هذا النوع يعني، لكنهم يتصورون العقيدة تصور يعني مرتبط مع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كالتدمرية وغيرها والردود على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، يتصورون أن دراسة العقيدة هي دراسة هذه الكتب فقط. لا مو ضروري، هم يعزفون عن دراستها ويعكفون على دراسة كتب أخرى قد تكون يعني تؤدي بهم مع الاستمرار إلى حصول أخطاء منهجية يعني في الحقيقة. هو على كل حال يعني نحن نريد من أخواننا أنه ما يتصوروا أن كل فرد منهم يمكن أن يصير عالما، فهو عليه إذا شعر بأنه يجد في نفسه استعدادا للمضي قدما في طلب العلم، فنحن ننصحه حقيقة بأن يقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بسلامة منهجهم عن انحراف يمينا ويسارا والتأثر بعلم الكلام. وإذا كانوا لا يشعرون بأنفسهم شيئا من ذلك فعليهم أن يأخذوا العلم سواء كان عقيدة أو كان عبادة من أقرب طريق، سواء من علم علماء الأحياء إذا كان لهم وصول إليهم، أو من الكتب التي ألفت بطريقة موجزة لا تدخل معهم في المجادلات الطويلة مع الفرق المخالفة، لأن الخوض في هذه المسائل قد تضر بمن لا استعداد عنده، لأن المناقشة المخالفين كثيرا ما تؤدي بالمناقش نفسه أحيانا أن ينحرف بعض الشيء في ولو في مسألة واحدة عن الخط الذي ينبغي أن يسلكه مستقيما. طيب وين أبو ليلى؟ صارت الساعة 11 إلا ثلث. أرفع صوتك خليني أسمعه الأخوان. اللهم صل على طهر وصل على فلان. لا تزال طائفة أمتي قائمة في رفض قائم على الحق، في رفض ظاهر على غيرهم، وفي رفض قاهرين لغيرهم. إن قال أحد هؤلاء قال نحن لسنا ظاهرين على غيرنا ولسنا قاهرين لغيرنا ولسنا قائمين على غيرنا، والرسول قل إلى قيام الساعة. الحمد لله. القضية بارك الله فيك نسبية. الرواية التي ذكرها الشيخ علي هنا هي مجسمة تماما، يقاتلون لا نقاتل فعلا، هي ما بدها مناقشة إطلاقا، لكن ذلك لا يعني أنهم ليسوا على الحق إلا من هذا الجانب، إلا من هذا الجانب. وإذا وقفنا الآن للنظر في
أنهم ليسوا على الحق من هذا الجانب. يجب أن نتأمل هل أن تصير الطائفة المنصورة والتي هي على الحق إلى أن تقوم الساعة في ظرف مثل هذا الظرف تكون مقاتلة، يعني فعلا تحمل السلاح وتقاتل الأعداء سواء كانوا في الداخل أو كانوا في الخارج، هل هذا يمكن تحقيقه ما بين عشية وضحاها؟ طبعا الجواب عند كل العقلاء سيكون لا. إذن إذ الأمر كذلك، فنحن نتصور أن هذه الطائفة إما أنها تلاحظ تقصيرها من هذا الجانب أو تعترف بأنها غير مقصرة لأنها تأخذ بالسبب الذي يمكن أن يوصلها إلى أن يتحقق هذا الوصف فيها. حينئذ إن كانت هكذا هل تخرج عن كونها الطائفة المنصورة؟ يعني إما أن تأخذ بأسباب أن تصبح مقاتلة وإما أن لا تأخذ. فإن أخذت، وعليكم السلام ورحمة الله، فإن أخذت فما عليها من مؤاخذة إطلاقا، لأنها كما قلنا آنفا هي تمشي في هذا الطريق. وإن لم تأخذ فهي بلا شك مقصرة من هذه الزاوية، صح؟ طيب، فالآن المسلمون كما تعرفون تشاهدون، إذا كنا نحن نعتقد أن هذا الطريق الذي نحن نمشي فيه من حيث أولا ما نسميه نحن بكلمتين تصفية ثم تربية، هل يمكن أن يتحقق هذا الوصف في الطائفة المنصورة بدون هذا الطريق؟ إما أن نقول يمكن ومع ذلك نحن لا نفعل فلسنا بالطائفة المنصورة، وإما أن نقول لا يمكن إلا أن نبدأ منها هنا، فحينئذ من الواضح جدا أننا لسنا مكلفين الآن على اعتبار أننا الطائفة المنصورة أن نحمل السلاح ونحن لا ندري كيف نستعمل السلاح، بل لا ندري أن نصنع السلاح، بل لا ندري من أين نأتي بالسلاح. لا يقول أحد أنه علينا أن نفعل هذا ما دام المقدمات التي ينبغي أن توصلنا إلى هذه المرحلة الأخيرة التي هي الصفة المثلى بالنسبة للطائف المنصورة، ماذا ما نستطيع أن نصل إليها خفزا وإنما على طريقة سنة الله عز وجل في خلقه، فلا يضيرنا حينئذ أن هذه الصفة صفة مقاتلة المسلمين لمن يعاديهم غير متجلية الآن. إذا تركنا هذا الجانب بعد هذا البيان نقول قائمة، هنا القيام ممكن تفسيره بالحجة، ونحن لا نشك بأن هذا والحمد لله قائم، وبخاصة في العصر الحاضر لأن الناس قد بدأوا يفيئون ويعودون إلى رشدهم إلى دعوة الحق، دعوة الكتاب والسنة، بعد أن كانوا من قبل يصدون عنها صدودا. فأنا أعتقد أن حديث الطائفة المنصورة لا إشكال فيها، وأن الوصف الذي جاء فيه ينطبق على أهل السنة والجماعة حقا إلا صفة المقاتل حتى قهر لغيره. أي نعم، هذا يطبع المقاتل حينئذ نقهرهم. لما يمكن أن نتصور قهر بلا مقاتلة،
التزاما بشريعة الله عز وجل وهم لا يريدون ذلك، ألا يقهرهم هذا؟ لكن هل هذه مقاتلة؟ ممكن ليست مقاتلة، مش مقاتلة، هذا الحديث قال قاهرين، قاهرين وظاهرين، لكن مقاتلة، المشكلة المقاتلة، المقاتلة حديث آخر، أي هو إيه؟ لكن هذا مش متحقق الآن. أما القهر والغلبة بالحجة والبيان ورهاب هذا موجود الحمد لله. يا أبو ليلى بدنا نصلي ونمشي. يلا يا شيخ أذن نشوف الشيخ بس سؤال الأخوان لأنه مسافر ما بقى في وقت لأنه سيصير نصف الليل. يا شيخ بارك الله فيك، الحديث اللي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أن شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، فالآن في الغرف الآن المغلقة المعدة لذلك، هل الحكم هو كذلك كما دل عليه ظاهر الحديث؟ يعني الآن الأماكن هذه المغلقة، لأن النساء في معزل عن الرجال، المعلوم أن لما تكلموا في شرح الحديث ذكروا أن العلة في كون يعني شر صفوف النساء أولها لأنهم أقرب إلى الرجال كما يعني ذكر في مذكر النووي أو كذا. نعم. فمعلم هل يعني ظاهر الحديث هو كذلك في هذه الأماكن المغلقة الآن؟ أنا في اعتقادي لا أستطيع أن أجيب عن السؤال، لأنني أظن أن السائل يعترف بشرعية هذا الإغلاق وأنا لا أرى ذلك، لأن هذه بدعة، غلق النساء وحبسهن في المساجد خاصة الوسيعة بسبب فساد المجتمع، حبسهم في غرفة بحيث تخفى عليهم حركات الإمام وبحيث أنهن يتعرضن في بعض الأحيان للإخلال بالصلاة إلى درجة البطلان، وفي اعتقادي غلق النساء في حجرات خاصة بهن في المساجد هو تماما كقطع الصف بالمنبر الطويل، كل ذلك أمر حادث، ويجب أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الأول. هذا البحث بحث أمس ما هي؟ نعم. كان الأخ موجود؟ ما أظن، ما أظن كان موجود. قيل أن نساء اليوم غير نساء أمس، وطبعا هذا مشاهد، ومغزى هذا القيل أنه ينبغي أن نحبس النساء في هذه الغرف حتى ما يطلع الرجال على شيء من عوراتهن. فكان جوابي مطولا بعض الشيء والوقت ضيق، فقلت في بحث طويل أنه ليس هذا من المصالح المرسلة المشروعة أن تحبس النساء في هذه الغرف، لأن سبب الحبس هو إخلال المجتمع الإسلامي وفيه النساء بالقيام بالواجبات الشرعية. فلو أن النساء يدخلن إلى المساجد متجلبات بالجلباب الشرعي لم يلقى في ذهن الذين يبنون هذه الغرف أن يحبسوا النساء فيها، لكن لما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء يدخلوا فللابس جاكيت أو بانتو أو يقولون اليوم جلباب وليس بالجلباب إلى نصف الساقين، وربما لابس جوارب لحمية شفافة وإلى آخره، فلحجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات. إذا نحن نحجب النساء في المسجد، النساء يدخلن إلى المساجد متجلبات بالجلباب الشرعي لم يلقى في ذهن الذين يبنون هذه الغرف
أن يحبسوا النساء فيها، لكن لما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء يدخلوا اللي لابس جاكيت أو بانتو أو يقولون اليوم جلباب وليس بالجلباب إلى نصف الساقين، وربما لابس جوارب لحمية شفافة وإلى آخره، فلحجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات. إذا نحن نحجب النساء في المسجد عن الرجال، نقول لولا علينا نحن أن نعود إلى تطبيق الإسلام ونعود بالمجتمع الإسلامي كلا لا يتجزأ إلى ما كان عليه الأمر في العهد الأول. نحن نحارب المجتمع اليوم، نريد أن يعود المسلمون بعلمائهم وطلابهم وعامتهم إلى ما كان عليه السلف، لا مذهبية. لكن قال الله قال رسول الله لا مانع من الاختلاف كما كان الأمر الأول، لا إلى المذهبية الضيقة. نريد أيضا أن نعود بالمجتمعات الخاصة والعامة إلى ما كان عليه السلف كالمساجد، لا نريد فيها المنابر الطويلة، لا نريد فيها المنابر التي تمثل الحيل الشرعية. انتبهوا أن المنابر القديمة تقطع الصفوف، فطلعوا بنا في منابر يدخل من المحراب ويصعد على الناس من فوق في شرطة. ليش الدورة اللفية هذه كلها؟ ثلاث درجات وكفى الله المؤمن القتال، خير الهدى هدى محمد، كم يكلف من الدراهم والدنانير حتى يصعد هذا الخطيب على هذه الشرطة بزعم ما يريد نقطع الصف؟ حسن هذا الزعم، هذا واجب، لكن يمكن بدون هذه الكلفة أن نتخذ منبرا ذي ثلاث درجات وانتهت مسألة. كذلك لا نريد هذه الزخارف. أخيرا لا نريد هذه الغرف للنساء، نريد النساء مثل الرجال اللي كانوا من قبل، النساء يدخلن محتجبات ورجال يتقدمن الصفوف، وحينئذ يرد الحديث السابق خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لا نريد أن نعكس بأدلالة الحديث بسبب ما ترى من الانحراف في بنيان هذه الغرف في المساجد. الدنيا أخي قبل ما ندخل خارج الوقت. هذا يا شيخ وهي قضية مفهوم التدليس عند المتقدمين، يعني هل مفهوم التدليس عند المتقدمين هو نفسه الآن اللي قائم في أذهان مثلا أهل العلم أو حتى يعني أهل العلم كالحافظ بن حجر ومن قبلهم بعدهم مثلا ومثل الأفق، يعني مثلا لما الأعمش رؤية أو رمية بالتدليس، هو في الصحيحين في أحاديث كثيرة فيها يعني عن الأعمش أو عن قتادة أو كذا. فأنا ذكرت له شيخنا قضية يعني ما أريد يعني أن أستصوب الرأي فيها، أنه لما لا يعل الحديث الصحيحين يلاحظ فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول ما ذكر الذهبي رحمه الله عليه في آخر ترجمة الأعمش من الميزان، أنه ما أكثر أو شيوخ أن روايته عن شيوخه المكثر عنهم هذه محمولة على السماع لأنه خصيص بهم يعني ملازم لهم وملازم لهم. والشيء الثاني رواية المتثبتين عن الأعمش مثلا كسفيان والشعبة ومثل هؤلاء. والأمر الثالث أنه هذا هو البخاري، يعني البخاري هل هو كابن ماجه مثلا وكفلان وعلا ممن هم دونه في التثبت المنهجية وكذا. فطرح إشكال قال طيب مسلم مثلا رواية ابن الزبير عن جابر، ليش احنا ما بنعامل رواية ابن الزبير عن جابر زي ما بنعامل مرويات الأعمش في صحيح البخاري؟ فأنا ذكرت لنا شيء يا شيخنا وهو الشيء اللي انت ذكرته في مقدمة مختصر مسلم، وهو الشيء الواقع يعني عظيم جدا، انه ما ادرانا انه مسلم ثبت عنده تدليس تدليس ابي الزبير. فاحنا لما بننتقده ما بننتقده في شرطه، تمام شيخنا، بننتقده بشيء خارج عن هذا وزائد عن هذا. فيعني هل يرد هذا الجواب على ذلك؟ وارد تماما هو هذا. اي نعم جزاك الله خير يا شيخ. لكن انا مستعد انه
ما حصيلة الإرادة اللي عم يرده هو أو هذا التساؤل أنه يا ترى نظرة المتقدمين للتدليس كنظرة الحفاظ المتأخرين؟ ما هو الهدف من هذا التساؤل؟ هل هو عدم إعلان أي حديث بالتدليس ولا العكس وهو إعلان أي حديث بالتدليس ولو كان في الصحيحين؟ ما هو الهدف؟ هدف شيخنا الأول، لكن مش بهالوسع يعني. فإذا فإذا بدي أرجع جواب يعني دقيق جدا برضه. صحيح. نعم صحيح. الله خضايا العلم المصطلح يعني والنقد دقيقة جدا، سبحان الله العظيم. الله أكبر. الله هذا الأخ يعني في خير يعني يظهر لي سبحان الله، كأنه يعني أشعر أنه يستظهر الصحيحين شيخنا، يعني ذهنيته طيبة ما شاء الله وحادة. أي والله. أي نعم. وفضلا عن في أخ شيخنا في الرياض، هو تلميذ لعبدالله الدويش، هذا طبعا في أخ في الرياض تلميذ خصيص به أكثر، وهذا التلميذ هذا الأخ اللي في الرياض وهو اسمه عبدالله السعد، حكتوني برضو عنه أشياء عجيبة جدا لما رحت على الرياض، أقول يعني كيف يعني حافظته برضو شيخه للأسانيد والتحليل والنقد، لكن عنده القضية اللي أشرت لها قبل قليل وهي للأسف يعني غامضة جدا، قضية إنه الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. أنا شفت له الأخ عبد الله مبارك، قلت له حقيقة هذه المسألة إذا بدنا نقولها ونفتح بابها هذا بصير شوارب المنهج، بصير منهج شوارب، كل واحد بصير يقول إيه هذا على المتقدمين وهذا المتأخرين. أبو زرعة سمع علم العلل إهانة، وذلك قال هو إلهام أبو حاتم وغيره. إحنا أولئك ما نطيفهم على أنفسنا حتى على ولا على ابن حجر ولا على من قبله ومن بعده. هذا أولا. ثانيا هؤلاء لما كانوا يلقوا يطرحوا أشياءهم أو يعلوا بالروايات والأسانيد كانوا يعلوا بخصوص إسناد واحد أمامهم وطريق وحده، فلذلك لما يقولوا هذا حديث باطل الله أصله، هل يتصور أنه مقصد يعني أنه ما يصل عن النبي ولكن أصل له بهذا الطريق وبهذا الموطن؟ لذلك قال طيب، قال طيب قبل ما نجيب طبعا هذا الكلام، قال أنا بشوف أنه أحيانا الشيخ ناصر في صحيح الترمذي مثلا الإمام الترمذي يقول والصحيح مرسل، الشيخ ناصر يقول صحيح مرسل، هذا النظر إلى الإسناد نفسه إلى هذه الطريق، لكن الشيخ ينظر إلى الشواهد، ينظر إلى المتابعة أحيانا، لأنه قد تكون متابعة مش من نفس الطريق، متابعة من طريق آخر، متابعة تامة أو كذا، رجل يعني اقتنع كأنه سبحان الله خافين عن هذا. ايه نعم. فبرضو من الأمثلة يعني على هذا همام شيخنا هنا، همام عنده قضية المنهج المتقدم والمتأخرين هذه كثيرا يركز عليها، وإيش بيزيد يعني الطين بالله كما يقال بأنه يقول لابد من دراسة الراوي، دراسة اقتصادية وسياسية واجتماعية ومعرفة صلاته بتلاميذه وصلاته مش عارف ايش وكذا. أنا بدي أعطل بها العمل الحقيقي مثل اللي وضعوا شروط الاجتهاد، الله أكبر، فجعلوها خيالا إلى درجة أنه بعض الأئمة يمكن ما تتحقق فيه. الله أكبر. سبحان الله. نعم سبحان الله، لطيف خلق الله عز وجل. سبحان الله أنه هاي المي موجودة هنيك وموجودة كالطشت أحيانا. نعم. وكثيرا ما نرى العصافير تركب حول الماء تشرب، تيجي بعض العصافير ما يهنأ لها أن تشرب إلا من الماسورة الناعمة اللي عم تنخذ، لا إله إلا الله، كأنها تميز بكثرتها أن هذا الماء أنضف أصفى، شايف الماسورة زي هي نازلة يعني بيجي وقف في وقفة وبحط منقاره في الكوهة تبع المنشورة، لا إله إلا الله، وبالقطة الماء هذا، لذلك بأمني أحيانا أشوف المنشورة في التالي أولا بريد رجعها مشان صب على الجر اللي تحت، وثانيا حتى يتمكن العصفور من الوقوف في القضيب هذا ثم يضع منقاره، لا إله ويشرب. جزء على الحديث مسلم تبع ابن عمار الشهيد في بيت أخونا السوري هناك،
من العجيب شيخنا أن في هذا الجزء أربعة أحاديث ليست من النسخ التي بين أيدينا مصحف مسلم أو ثلاثة. ليست في أيدينا. ليست من في النسخ التي بأيدينا مصحف مسلم. أي نعم. ووجدت فيه. لذلك شيخنا في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني أظن عند حديث ولم يسكني إلى عواده. أنت شيخنا كاتب بحث طويل جدا في العلل وهو دقيق جدا. قضية يشبه حديث فلان ويشبه حديث فلان نقلا ومناقشة لابن رجب في شرح العلل أورد هذا الحديث وعزاه لمسلم. فأنت شيخنا وهمته هو يعزو طبعا هو يعزو لمسلم طبعا لابن عمار يقول وقال ابن عمار أنا مصرح طبعا أي نعم. وبرضه الحافظ ابن حجر شيخنا في النكة عند هذا السند نفسه في النكة الضراب طبعا عند هذا السند نفسه أثر بكلام ابن عمار الشهير وكلام البيهقي أنه قال وعداه بعض الحفاظ إلى مسلم. والإمام السيوطي في الليالي المصنوعة شيخنا برضه بيقول ولعله في إحدى نسخ صحيح مسلم التي ليس بين أيدينا. طبعا هذا الذي يظهر شيخنا مش لعله يقينا أنه رجل بيقول ووجدت فيه أي نص يعني يخبر عن شيء ما رأاه عن دراسة خاصة يعني مش نقل عن غيره. اي نعم هذا هو. انا دائما بقول لاخواننا شيخنا كلمة يعني عجيبة بقول لهم يعني نحن دائما نظن بوقت الشيخ انه يضيع في المسائل او في الاسئلة والاجوبة اللي غيره بتستطيع يجاوبها ويطرحها ويناقشها. الشيخ يعني عالم متفنن لكن فنه الأوحد هو علم الحديث. فأقول أنا أشعر بأن الشيخ لما واحد يسأله عن علم الحديث وبخاصة قضايا المصطلح والنقد أنه هو يشعر بدهم يعني كأنه يعني هيك سبحان الله. لا شك أن هذا مغنم مكسب سبحان الله. أي والله يعني الحمد لله لأقامنا في هذا المقام. الحمد لله والله الحمد لله هذا مفضل الله ذلك مفضل الله علينا وعلى الناس. أي والله الحمد لله. وبيقول بقى ما جاء في التهذيب سبحان الله ترجمة طويلة ليس العلم وقال فلان وقال فلان وقال فلان. أقل ما يخرج من هذا النقل لمن لا يعرف الألباني وأسلوبه أنه شو هذا الشيخ الألباني بيجيب أحاديث في أسانيد الرواة متكلم فيهم بهالكلام هذا كأنه عم يجي شيء جديد كان خاطيا علينا وبتوسع عجيب وعجيب. مثال مثلا تعرف حديث حذيفة اللي بنحتاج نحن فيه على الصلاة وأنه تارك الصلاة وأنه شهادة لا إله إلا الله يدرس الإسلام كما يدرس الإسلام. أيوه تمام هذا ضعفه. بإيش ضعفه؟ بأبو معاوية محمد بن خازم الضرير. وخذ بقى قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا مخبوط وكل هالأقوال هاي ليس فيها تجريح الرجل إلا لأنه كان مرجئا. دخل هذا هون بقى رجل بيعمل إمام مجتهد في رواية المبتدئ مطول طبعا هو لا يسعه إلا أن يعترف أن المسألة فيها خلاف بيقول فهو بيختار لأنه لا يحتاج برواية المبتدئ إذا كان إيش روايته تؤيد بدعته وهذا الحديث يؤيد الإرجاء. عجيب وين الرجاء في الحديث؟ واضح انه ما في يعني ما يقوله ويزعمه. فهذول الجماعة ما هن علماء. شايف شلون؟ بيجوز مثلا فتحوا على علم الحديث وهجموا عليه هجمة واحدة. ما في قواعد في الحديث. لكن ما في عندنا علم في النواحي الفقهية والعقيدية. يعني هذا هو لما بيقول هذا الحديث بأيد الإرجاء كان يبين وين تأييد الإرجاء في هذا الحديث. ولعلك تذكر أنه أبو معاوية لم يتفرن بهذا الحديث
وفي طريقة الحاكم قد توبع على ذلك ما أذكر الآن. وفي حاكم ابن ماجه شيخنا الحديث أهم الطريقة. نعم لكن في المصدرين موجود طريقة ابن معاوية لكن عمدتنا نحن ظن البوصيري ذكر عن مصدر مدري ابن منية أو غيره أنا ما أذكر نروى من طريق غير طريق ابن معاوية. جميل جدا وماذا ندر حول هذه أبدا محتجير والله أبدا. وابن عثيمين شيخنا بعله برضو الحديث بس بعله أخرى إن لفظ الصلاة ما ورد في رواية الحاكم ورد في رواية ابن ماجه أو العكس ما أذكر لها بالتحليل لكن هذا دليل ما ورد لفظ الصلاة فلا يحتج به على تفسير ذات الصلاة. أيه الله المستعان. هذا كل عنده مشايخنا متعلقين بالحديث ما عنده خلفية كما يقال ما عنده العلم اضطروا الآن أنه يسايروا العصر صاروا ما يتكلموا فيما لا علم له. صحيح هذا شيخنا المؤذن عندي كتاب له برضو في كذا في تضعيف حديث استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان والرد على العلامة الألباني في تصحيحه. طبعا زي ما تفضلت شيخنا الحديث كله أنت بتتكلم عليه ثلاث صفحات هو عامل عليه 150 صفحة آل كاتبه وفلان وفلان مش عارف شو وقياس شواهد على كذا يعني أشياء فعلا تطويل عجيب لكن في مقدم له مين مقبل الشيخ مقبل مقدم له وقيمة الشيخ مقبل يعني عجبتني يقول يعني هذه رسالة طيبة في تعقب كذا وكذا وهنا وينبغي أن ننبه هنا أنه نحن إذا رددنا على شيخ الحديث في هذا العصر الشيخ الألباني فلا يعني هذا إنقاذ قدره ولا يعني كذا ولا يعني كذا بل بالعكس هذا من قوة منهج أهل السنة لأن يرد بعضهم على بعض بسعة الصدر وكذا وكذا يعني كان الكلام جميل يلتقي مع الكلام الذي سجلته أنت عنه أيضا بشريط الشيخ عبد الرحمن شيخنا إنه إحنا لما نرد على بعض هذا من متانة منهجنا ودعوتنا إنه تحتمل مثل هذا فكانت كلمة يعني طيبة حقيقة ولطيفة قالوا مثل كيف يقول رأيه في الشيخ ناصر وكيف كذا وكيف كذا لكن هذا يعني العلم والعلم أمانة ومش يعني كلام رجل في أدب يعني خير كبير يعني نشم. الشيخ مقبل هو ذكر مثل هذا أيضا في الرسالة الأخرى يعني فيها نقد حديث الزهد نعم عرفتها بذل الجهد في تضحيف حديثي الزهد ايوه كمان ذكر نفس الكلام في المقدمة نعم اي الله يجعلنا من يسعون وعلى خير في عندنا ناس من يستخرج سجل تجاري رخصة يعني عمل مصلحة تجارية فهذا الترخيص يسلمه لأجنبي يعني قد يعني ويأخذ عليها أيوة فيأخذ عليه مبلغ محدد ثابت يعني هل يجوز ذلك؟ لا يجوز لك أن تسميه أجنبيا فضلا عن أن تأخذ منه جزية. إيش رأيك؟ والله استوضحك من مصائب المسلمين اليوم أن الرابطة الإسلامية انفكت عنهم هم ليسوا كما جاء في الحديث الصحيح كمثل الجسد الواحد ليسوا كذلك بدليل هذه التقسيمات التي فرضتها الدول الاستعمارية ثم لم يقف هذا التقسيم عند تقسيم الحدود بل وأيضا قسموا مع هذا التقسيم الحقوق فجعلوا لبلد حقوقا ليس للبلد الآخر مثلها وعلى ذلك فقس وللدلالة على هذا التفاوت استعملوا كلمة الأجنبي
ولا يخفى على الجميع أن هذه الكلمة تشمل كل من دخل أرض دولة بغض النظر عن كونه مسلما أو كافرا، هو أجنبي. والمسلمون دائما يتفاخرون في محاضراتهم وفي دروسهم أن المسلم ليس وطنه فقط في الأرض التي ولد فيها أو عاش فيها، وإنما كل أرض الإسلام هي وطنه. هذا كلام شرعي صحيح، لكن ما هو واقعي؟ بل الواقع هو ضده تماما. فعلى هذا الواقع المخالف للشرع تأتي مثل تلك الأسئلة، أن مثلا السعودي له أن يعمل في بلده في دولته وله الحقوق كلها، أما نرجع نفس التعبير المسلم الأجنبي فليس له تلك الحقوق. لماذا؟ لأنهم يعاملون المسلمين كما يعاملون الكافرين، بينما الإسلام لا يفرق بين سعودي بين مصري بين إماراتي بين سوري بين أردني إلى آخره، كلهم لهم حق واحد، الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرضا مواتا فهي له. أنت تعرف هذا الحديث، هل يجوز لسوري أن يحيي أرض مواتا في السعودية؟ ما يجوز، والعكس بالعكس لا يجوز. هذا من جملة الفصام العروة الوثقى التي كان من المفروض على المسلمين أن يكونوا متمسكين بها. لهذا نحن جوابنا لا يجوز مثل هذا البيع حق التصرف من هذا المواطن، يعطيه لواحد يسميه أجنبي ويأخذ عليه مالا، إلا في حال واحدة كنا ولا نزال نقول، إذا كان يترتب وراء ذلك مسؤولية مادية فمقابل هذا يجوز هذا الفعل، أما المتاجرة فيها كما يفعلون هذا لا يجوز. شيخنا، قد تكون من نوع المسؤولية هذه أن هذا الرجل الذي استخرج الترخيص يكون مسؤول عن هذا الذي استوفده، يعني مسؤولا مثلا أن يخرجه من أن يسفره من البلد، مسؤول إذا مرض أن يعالجه، إذا حصلت عليه مخالفات هو الذي يتحمل، يعني مقابل هذه يجوز أن يأخذ هذا المبلغ؟ أي نعم، بس هل هذه شكلية أو عملية؟ واحدة، وبعدين إن جازت بالنسبة للذي يأخذ فلا يجوز للدولة أن تقنن هذا القانون. أما وقت قنن؟ ها؟ هو يعني مقنن الآن. أنا عارف، قلت لك أجبت عن الأمرين. نعم. طيب ما أدري، يعني بقى سؤالين. تفضل. يعني في صورة، يعني في واحد من الأخوة طرح أمامنا صورة أخبرنا أنا في علمنا لكن ما اقتنع، يعني لو يعني تبسطنا يعني في الجواب. تفضل. هناك عندنا فئة من الجيش يعني يعطوهم قرض معين، يعني كان يكون 20,000 عليه ربا، الربا لا يتحمله المقترض إنما تتحمله الدولة عنه، سواء تحملته يعني ابتداء أنه ما يدفع ذاك الربا أو أنه دفعه ثم يعاد له، يعني صورتين، صورة أنه ما يدفع 20,000 ولا يدفع الزيادة، أو صورة أخرى أنه يدفع 20,000 مع الزيادة ثم الحكومة ترد له الزيادة. يعني هو كيف يعني مخير بين إحدى صورتين؟ يعني ولا أصلا أنا متصور صورة، هو الأخ الذي ذكر لي متصور صورة، يعني صورة أخرى، يعني صورة أخرى. أما الواقع واحد، هو الواقع واحد، كله قرض بربا، لكن الربا يعني إيش تتحمل الحكومة. كيف تتحمل الحكومة؟ يعني الحكومة تدفع عنه.
فاهم هذا أنا فهمته، لكن عمليا كيف يعني؟ أنت الحكومة وأنا استقرضت 20,000، أيوة. فأنت تفرض علي أن أدفع مقابل 105 زيادة، فلما أدفع لك 20 أدفع لك 20 زائد 105، هاي أنا وفيت رأس المال والربا للدولة، فالدولة كيف تعيد إلي الربا؟ لأن ليست الدولة التي تقرض، ولا طرف ثالث، بنوك خاصة. فلنقل البنك كيف يعيد إلي الربا؟ البنك لا يعيد. إذن يا أخي أنا أسأل، أنا سألتك الدولة، بتقول لي مش الدولة، البنك. لما قلنا لك كيف البنك بيعيد، البنك ما بيعيد، مين كان يعيد؟ طيب ممكن يعني أضع الصورة هكذا باختصار، وأنا هذا الذي أسأل. طيب يعني هناك بنك يعني له رأس مال لا يتعلق، يعني ليست مسؤول عن الدولة، له يعني الدولة تتفق معه بأن يقرض فلان مبلغا اللي هو 20,000. طيب هذا الشخص هذا يرد 20,000 إلى البنك، وما يترتب عليه من ربا تدفعه الحكومة. هو ما يدفع شيء للبنك شيخنا حتى يسترده مرة أخرى. في فرق. أي هذه صورة. لا صورة. أولا. هذه مفهوم الحين؟ لا ما عنديش. هوني هلا عبر بعبارة تخالف عبارتك السابقة، فإذا كان كذلك يختلف الأمر. أي الصورة الثانية بيحكيها؟ قبلي خليها من الأولى. يعني الآن هو يرد 20,000 للبنك ولا يرد لها شيئا زائدا. فضلا أن يسترد هذا الشيء الزائد. أيوة. أقول لا. أيوة. إنما الشيء الزائد الذي هو الربا تدفعه الدولة لهذا البنك الذي هو الطرف الثالث. نعم. هذه صورة. هذه صورة. اسمح لي أقول هذه صورة أخرى بين الأفراد. إذا قلت أنا لك أعطي فلانا 20,000 ولك مقابل كل 1,000 كذا منحة، هل تنطبق هذه الصورة على تلك؟ نعم تنطبق مع تبيان شيء، يعني إن ذاك الشخص هو الذي طلب يعني القرض منك ابتداء، يعني مش منحة منك أنت أعطيته، هو طلب من الحكومة. أيوة. هنا في نقطة إنه البنك متفق مع الدولة مشان يعطي هالناس، هو بيدفع الربا تبعه. ها؟ لو هالزلمة ما بده يدفع الربا، الحكومة راح تدفع عنه. يبدو إنه في شيء يعني عند الأستاذ خلاه يسكت يعني يطول. طبعا بدنا نفكر، لأنه قضية حرام وحلال. الله أكبر. طيب شيخنا تعبيركم منحة هنا في هذه المثال الذي ذكرته يختلف عن صورة الربا الذي في أصل البحث؟ لا هو قد ننتهي بها. نحن عم نطلق هذا فقط يعني كبحث. نعم. ولا مثل ما أنت لاحظ شو اللي وقفني؟ صح هذا اللي أنا بدي أشوفه، أنه هي منحة فعلا ولا هو احتيال على الربا. أيوة جزاك الله خير. هي نعم نحن لو وقفنا عند هذه الصورة أنه ثلاثة، أنا بقول لزيد أعطي فلان كذا ولك بالمية كذا، نفس المعاملة هي تجوز؟ الصورة هذه اللي فرضناها ما تخرج القضية عن معاملة ربوية، لأنه بتساعد الأغنياء على الإعراض عن القرض الحسن.